اشهد الآن. منتصف النهار 16 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا مجددا بكل من التحق بنا في الاستماع. تحية لكل من يواصل الاستماع لهذا العدد الجديد من برنامج المشهد الآن. شنو يحكي التونس على مختلف المنصات؟ هذا اللي باش نكتشفوه مع نعيمة في فقرة حديث الساعة. نعيمة صباح النور، مرحبا. صباح الورد والياسمين شهاب ونجم ومستمعي الإذاعة الوطنية. شنو يحكي والتوينسة اليوم؟ احنا بشنا نحكيه على الأساتذة النواب. احنا كنا اخذيناها مقبل في برشة مرات وبرشة تدخلات، وحكينا على مشاكلهم وحكينا على انتظاراتهم من وزيرة التربية سيدة سلوى العباسي. الأساتذة النواب غدوة بشي نظموا تحرك وطني للدفع نحو تسوية شاملة ونهاية نهائية لملفهم عبر دفعات. باش نحكيو على الموضوع هذا، وكيف كيف كيما البارح حكينا على المجلة التجارية اللي اليوم قاعدة تتعدى في جلسة عامة في مجلس نواب الشعب. كيف كيف اليوم زادة باش نحكيو في المجلس بيد، واليوم باش يناقشوا مشروع القانون المتعلق بعطال الأمومة والأبوة اللي باش يكون موضوع الجزء الثاني من برنامجنا لليوم. هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن، حديث الساعة. كيف ما قلنا في بداية تحديثنا اليوم، باش نحكيه على التحرك الوطني اللي باش ينظموه الأساتذة النواب غدوة قدام وزارة التربية ووزارة المالية بمشاركة جملة من الأساتذة النواب من مختلف الجهات. المطالب متاحهم هو تسوية الملف متاحهم تسوية شاملة ونهائية عبر دفعات. وزارة التربية ووزيرة التربية سلوى العباسي كانت البارح أفادت في تصريح لإذاعة الشباب بأن الوزارة باش تعلن اليوم على القائمة النهائية للأساتذة النواب المرشحة للانتداب، وقالت أنه استخلاص المستحقات المالية لهؤلاء النواب ولجميع المتعاقدين قد استوفى إجراءاته الإدارية والمالية بعد متابعة مدققة لكل الجهات، وتم صرف أغلب المستحقات المتخلدة بالذمة وباش يتم صرفها خلال أيام. فما شكون اللي قال الألف هذوما ما همش كافين مقارنة بعدد الأساتذة النواب اللي موجودين. احنا باش نحاولوا ان نشوفوا الموضوع هذا مع المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري. صباح النور. ألو، صباح النور مالك العياري المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب، إذا كنت في الاستماع مرحبا بك. لأنه الحقيقة دخل على الخط مسألة التحيين ومسألة معناها القائمة المرشحة للانتداب، والحقيقة أثارت أختي الفاضلة حالة فوضى عارمة تحطها بين على مستوى القاعدة الأستاذية النيابية، لأنه للأسف المعايير التي اعتمدتها اللجنة الموكلة لها هذه المهمة هي معايير ظالمة بالأساس، وأساسا تمس حتى مسألة الإصلاح التربوي. لذا لو تعطيني أختي مساحة باش نوضح الحاجة للسادة المستمعين وزملائنا للسادة النواب ككل. تفضل. سيدتي الكريمة، احنا اليوم تقريبا ساعة تالي معناها تم تنزيل معناها عملية التحيين. الحقيقة عملية التحيين ما حطوش فيها معناها المدة النيابية اللي احنا نسموه سكور، لهذه الطريقة كانت معتمدة منذ بداية الملف منذ 2008-2013. كانت عندنا قائمة تم الاعتماد فيها في مقام أول عدد الأشهر أو السنوات أو الأيام أو أن لازم الأمر الساعات. ثم بعد صار تحيين 13-16 حافظنا على نفس المعايير، ثم 16-24 ما رأنا اليوم أنه بالحق في معنى البلاغ الأول والثاني والثالث والرابع اللي أصدرتهم وزارة التربية تم الاعتماد على السكور اليوم عدد الأشهر، واعتقادنا أنه مقياس معناها عادل، لأنه نحن كي نحكوا على إصلاح تربوي يروا يمر أساسا عبر مراكمة التجربة، عبر معنى الاسترسال في العمل، عبر التفقد، عبر المتابعة، عبر التضحية. لأنه إنسان وقت يخدم 5 و6 و7 وحتى 16 عام مسترسل، ولكن بعد اليوم يلقى معناها تأخر في الترتيب لأنه ما هوش متقدم في العمر، وإلا ما بداش أول عام نيابة في 2008. هنا الإشكال. الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية لم تعتمد معناها الفترة النيابية، وإنما الفترة النيابية أخذتها كنقاط، معناها اللي عمل مثلا 8 شهور أسندت له نقطة، اللي عمل 16 شهر نقطتين، اللي عمل 24 شهر 3 نقاط، اللي عمل معناها 30 شهر 4 نقاط، واللي عمل مثلا من 30 ولا 40 حتى 80 شهر 5 نقاط. وهني من الإشحاق احنا حبينا نعتمدوا الأشهر لأنه هو المقياس الحقيقي
للتكوين وللمتابعة وللتفقد. من جهة أخرى وزارة التربية تقحم معنا زوز معايير اعتقادنا ظلمي معناها نجم يكون زميل نوب 2008-2009 عطات وزارة التربية 5 نقاط وغادر ما عملش حتى نيابة بطبيعته باش يكون متقدم في العمر بطبيعته فات 45 سنة دي تعطيه وزارة التربية 5 نقاط معناها خذيه 5 نقاط متاع أول نيابة في المنضى 2008-2013 وخذيه 5 نقاط باعتبار أنه كبير في العمر وياخذ بطبيعته النقطتين متاع الأشهر معناه تلقاه هو أصبح تدلي معناه اليوم عنا ناس كانت قاب قوسين معناه تستنى في الفرحة بعد ما راكموا التجربة نتاعهم اليوم ما معناه من تدلي اليوم يصبح معناه ترتيبه 450 حقيقة احنا نأمل في إطار تحركنا غدوة انه اللجنة التي أسندت لها هذه الصلاحية تراجع الحقيقة هذه الطريقة لأنها ظالمة ولأن الحقيقة خلقت حالة احتقان كبيرة جدا واعتقادنا راهو الإصلاح التربوي يمر كما تفضلت السيد الوزير في تدخلاته الإعلامية بما فيها الإذاعة الوطنية اللي نحيوها بالمناسبة وأكدت على أهمية التجربة والتكوين والتفقد والمتابعة وما شابه ذلك. اليوم المقاييس هذوما وإلا العوامل هذوما ما عادش عندهم قيمة في عملية الترتيب وهذا الحقيقة يضر حتى العملية معناها البيداغوجية أساسا والتعليمية والتعلمية. هو سيمالك حبينا أن نشوفوا حاجة أخرى اليوم وزارة التربية نزلت بلاغ جديد هل فيه استجابة ولو جزئية للمطالب متاعكم اللي باش تكون أساس الوقفة الاحتجاجية الوطنية غدوة؟ هو بالنسبة لنا احنا البلاغ الحقيقة تناول مسألة المستحقات المالية ونحب نحكم عن أنها لم تصرف بعد متخلدات بالذمة منذ 2019 لم تصرف بعد احنا رأوا هذا ما يلغيش أن وزارة التربية قاعد تشتغل ولكن اعتقاد انه عملية ترتيب الاشتغال عليها كان فيه جانب معناها من تقدير الخطأ اعتقادنا ولكن ثم جدية الحقيقة مسألة تحيين الخطأ مسألة المستحقات المالية لم تصرف بعد بالنسبة لنا احنا تحركنا غدوة الحقيقة كان موجه امام وزارة المالية ليش؟ لانه احنا سيدي الكريم كي نشوفه في السنوات الفارطة وقت اللي يصير 18000 انتداب ويتم استثناء الاساتذة النواب عن ناول والسني هني ثم إشكال وقت وزارة المالية تتحدث على سوء وإلا ضعف الاعتمادات المالية أو السيولة المالية في المقابل تسوي سنوين 6000 عون حظيرة وهذا حقهم وترفقهم معناها تسوية للعمارة ما بين 45 و59 سنة معناها 6000 إضافية وما تسويش حتى وضعية أستاذ نائب والحال أنه الشغورات موجودة والحال أنه الملف هذايا سميناه شيخ الملفات الاجتماعية على مستوى العمر هني ثم سوء سياسة احنا الحقيقة باش توجهوا غدوة بدلنا الخارطة نتاع التوجه باش يكون تجمعنا امام وزارة المالية باش تكون بوصلتنا رئاسة الجمهورية لانه بالنسبة لنا نحن اليوم هذه مظلمة اعتقادنا انه السيد الرئيس هو اللي قادر انه ينصفنا الحقيقة لانه اليوم مظلمة هو أوصى رئيس الجمهورية بتسوية الأساتذة النواب في أكثر من مرة في تدخلاته عند حديثه على كل أشكال التشغيل الهش في أكثر من مناسبة حتى مع وزيرة التربية تحدث على ضرورة تسوية هذا الملف وإنهائه فعلا هو السيد الرئيس تقريبا في 4 تحركات بعد مباشرة واستقبلنا ومشكورنا مؤسسة رئاسة الجمهورية تم استقبال السيد الوزير ويأكد حتى على مستوى صفحة رئاسة الجمهورية في بيان معناه وفي خطاب صريح موجه في أمر أنه تم تسوية الوضعية اليوم تكون الصيغة نتاع التحيين ضبط القائمة فيها ظلم كبير برشا لا تراعي تجويد العملية التربوية بالعكس جيد تعمق المظلمة نتاعنا اليوم سيدي الكريم نحب نحكيك علما وزارة التربية لم تعلم على حجم الدفعة إن كانت 1000 لأنه 1000 هي متخلدة بالذمة لم تعلم على حجم الدفعة لم تعلم على كل مادة قديش باش يهزوا منها فقط تعمل لك ملاحظة معني في إطار قائمة الترشيح للانتداب أو لا ما نعرفوش معناها مثلا العلوم الفيزيائية من دفعة قديش أساس 1000 أو 2000 قديش باش يهزوا ما نعرفوش التفكير الإسلامي وهذه الحقيقة اللي زاد الطين بلة وخلي أنه المشهد فيه ضبابية كبيرة زاد عمقت السوء اعتقادنا في وضع المقاييس لعملية الترتيب ثمش جلسة تفاوضية مرتقبة مع وزارة التربية سواء مع المدير العام للموارد البشرية أو مع الوزيرة نفسها السيد الكريم انا نحب نحكي على انه حجم الاتصالات الحقيقه اليوم كسوا على مستوى التنسيقيه الوطنيه ولا حتى في اطار معناه ملف لسر النواب كبير جدا لانه ناس حاسه بمظلمه انا تكلمني زميله تبكي الحقيقه حاجه مؤسفه زميله كانت ترتيبها الوطني 12 على مستوى وطني تصبح 568 والنجم غدوه صح معناه ان امكن لكم ذلك نتحول بحذاكم احنا الحقيقه باش نحاول نتصل بوزاره التربيه لانه نحن ديما نؤمن انه التقدير يصير فيه خطا
انه نخزروا الجانب كما نقولوا احنا الكاس المليان الشطر المليان وما نخزروش الفرق. ان شاء الله نحاولوا نتصلوا بوزاره التربيه انه تستقبلنا حقيقه لمراجعه هذه المقاييس باش نجموا على الاقل نلقوا ارضيه نتاع تفاهم وعلى الاقل ندفعوا في اتجاه دفعات حقيقيه لانه ديما يبقى المطلب الاساسي. لانه سيدي الكريم ما عندكش فكره على حجم المظلمه، معناها زميله امراه ضحت طيله 15 و16 سنه ما يتمش الاعتماد في مقام اول على سكور وانما يتم الاعتماد على انسان عمل نيابه مثلا ست شهور 2008 2009 ومشي يشتغل على مستوى الفلاحه ولا على مستوى قطاعه الخاص ولا مستوى مشروع صغير اليوم يلقى روحه زعم الترتيب الوطني والحقيقه هذا اجحاف وظلم كبير جدا ولا يحترم حتى عمليه الاصلاح التربوي اللي هي تعتمد اساسا على مراكمه التجربه. احنا هو في تفاعل مع التفاعلات اللي قاعده توصلنا على الصفحه الخاصه بالاذاعه الوطنيه، يعني المطالبات او الاجماع على الانتداب ولا غير الانتداب، لن نرضى بغير ذلك، هذا ما جاء على لسان صبري النفزي. ايضا مروه بالحاج تقول انا 10 سنوات عمل ولم يتم انتدابي. العديد من التفاعلات، اي من الاسبوع يقول الانتداب على دفعتين 2008 2024. هذا هو المطلب يعني ملك العياري، انه الانتداب يتم على دفعتين 2008 2024. هو هذا هو المطلب، هذا الاصل في المطلب، هذا شعارنا، هذا بالنسبه لنا احنا استحقاقنا سيدي الكريم. احنا وقت نشوف وزاره الماليه معناها توفر اعتمادات ال 12000 عون حظير على سبيل الذكر، 3000 صحه ولا تتدب حتى استاذ نايب نيره وثم اشكال. سياده رئاسه الجمهوريه من المنبر الوطني هذايا معناها من باب معناها انه رفعنا شعار الشعب يريد، هذوما عمق الشعب، هذوما اساس الشعب، هذوما التحول الجذري والمسعد الاجتماعي، هذوما المدرسه العموميه. راهو اليوم نطالبوا بدفعتين ونطالبوا الحقيقه بمراجعه هذا التحيين. هذا تقدير صار من وزاره التربيه، نحن راهو ديما سيدي كريم نحسن الظن، تقدير راهو قابل للخطا. نحن ما سامحني ان صح التعبير ما نحملوش وزاره التربيه المسؤوليه وانما نطالبوها بكل ود انه يصير الاصلاح على مستوى يجي معناها يصير رد اعتبار للسكور لانه ذاك اساس العمل الصحيح. لو انت باش تفاوض على مستوى الصناديق الاجتماعيه يلزمك تنصف زملائنا تقدموا في العمر، واحنا طالبنا سابقا ولكن السيده الوزيره سابقا قالت راهو تقدموا في العمر باش نضبطوهم ضمن قائمه واحده. اليوم رانا انه معناها ضبطوهم ضمن قائمه مشتركه واحده وهذا العمل الخلط. نحن تحولنا غدوه، تحركنا غدوه، شعارنا غدوه، وقفتنا غدوه. وانا نحب نحيطك علما راهو جميع الاساتذه النواب غدوه مخيرين انهم باش يدخلوا في اعتصام كلفهم ذلك ما كلفهم على اساس دفعتين طالما تم اعتمادات ماليه. سيد الرئيس مالك خليني 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 دائما لانه نشاركوا المتفاعلين معنا واللي يستمعوا لنا. وائل العبيدي يقول مدير الموارد البشريه في الوزاره قال اللي خدم 3 شهور معني بالانتداب. ميرا تقول على اي اساس تم الانتداب؟ ما هي المقاييس المعتمده؟ هل تم الانتداب على اساس مجموع النقاط ام الترتيب الوطني؟ كيف تم احتساب مجموع النقاط؟ ما هي الصيغه التي تخول الانتداب لكل ماده؟ اسئله دون اجابات. على هذا الاساس من المخاول للانتداب؟ أنا سيدي الكريم تم اعتماد 3 معايير أو 3 مقاييس أو 3 كريتير. هو بالنسبة للسكور لم يعتمد كسكور معناها كعدد أشهر اللي هو الأصل فيه تم اعتماده كما استأنسنا وفي أي ملف قطاعي أو ملف معناها اجتماعي. تم ما خذوش بعين الاعتبار السكور، خذوه مثلا الإنسان اللي عامل ما بين 6 إلى 8 أشهر نقطة، 8 تقريبا 16 نقطتين، 16 تقريبا 23 او 24 3 نقاط، 24 30 او اكثر شويه 4 نقاط، ومن 30 شهر معناها حتى عندنا زملاء معناها تجاوزوا 70 و80 شهر تم اعتبار 5 نقاط وهذا فيه ظلم. من جهه اخرى يتم المرور زياده لكريتير اضافي وبعد يجمعوا انه الانسان المتقدم في العمر اللي هو ما بين 45 و50 سنه او اكثر يعطوه 5 نقاط، حتى كانوا عامل شهر نيابه يعطوه 5 نقاط، ما بين 40 و45 يعطوه 4 نقاط، ما بين 35 و40 سنة يعطوه 3 نقاط، ما بين 30 و35 نقطة يعطوه نقطتين، وما بين 25 و30 يعطوه نقطتين. هني نرجع للكريتير الثالث أو نتحول للكريتير الثالث أو العامل الثالث، إنسان اللي نوب مثلا ما بين 2008-2013 يعطوه 5 نقاط. نعطيك مثال سيدي الكريم باش تكون الصورة واضحة. معناه ينجم يكون إنسان عيطوله في أول نيابة الموسم الدراسي 2008-2009 يعطوا 5 نقاط آليا بطبيعته باش يكون متقدم في العمر سيدي الكريم، باش يزيدوه 5 نقاط إضافية للعمر معناها فصيل مو لمت 10 نقاط. بعد يكون على الأقل حتى عامل نيابة ب4 أشهر
باش يعطوه نقطه. معناها السيد هذايا ما تعبش جمله حصل على 11 نقطه. في المقابل الانسان اللي رقم التجربه وعمل 70 شهر تلقاه متحصل معنا على 89 نقطة. وهذه الحقيقة من الظلم والإجحاف الكبير. باهي مالك خليك معنا لأنه لقاءنا الإذاعي مازال تقريب دقيقة ونصف. فيه تفاعل يجينا مع عند نجيبة جماعي على ما أعتقد تقول بربي كيفاش نتأكد اللي فترة النيابة تصلحت. ثم العيد عمران يقول أنا أستاذ نائب من ذوي الاحتياجات الخصوصية مقعد على كرسي متحرك لم يتم إنصافي، أين اعتماد نسبة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة؟ احنا سيدي الكريم طلبنا بوزارة التربية في إطار القانون المشرع لذوي الاحتياجات الخاصة اللي احنا نحيوهم، لأنه يعني بالنسبة لنا نحن جهود بالفكر مالوروزمون خانهم الساعد صدقا. معناها نطالبوا ومعناها بتسوية وضعيتهم ضمن القانون اللي يسمح في إطار كل دفعة يتم تسوية وضعية 5%، احنا طلبنا به. بالنسبة لزميلتي ضم صوتي لصوتها لأنه بالحق التحيين الأخير ما فيش عدد الأشهر، لأن كما أسلفت الذكر لم يعتمد عدد الأشهر كمقياس وإنما اعتمد كنقاط، معناه يعطيك مجموعة نقاط. واضح. بالرغم معناه في عملية التحيين الأخير اللي تمدت وتأجلت لأكثر من مرة باش المندوبية تدارك معناها شكرا العمل متاعها. شكرا شكرا جزيلا. نتأسف المنسق الوطني لملف الأسد نواب مالك العياري. نتوقف الآن مستمعينا الكرام ليرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. منتصف النهار 35 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تحية متجدة لكل السادة المستمعين والمستمعات. منذ قليل كان معنا عبر الهاتف المنسق الوطني لملف الأساتذة نواب مالك العياري، وحكينا على المطالب نتاع الأساتذة النواب والإشكاليات العديدة اللي تعترضهم والعديد من التفاعلات اللي قاعدة توصل على الصفحة الخاصة. مشكور
مشكورين جدا كل السادة المستمعين والمستمعات والمعنيين والمعنيات بهذا الموضوع اللي متفاعلين معنا. إن شاء الله نوفق يا رب في أنه ننتصر دائما للحق. أيضا يحضر معنا عبر الهاتف ضيفنا ثاني كما سبق وذكرنا في تقديم البرنامج، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب سي رضا الدلاعي. مرحبا بك سي رضا، أهلا وسهلا. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، وتحية إلى كل مستمعي الإذاعة الوطنية. ربي يبارك فيك، شكرا جزيلا. نحن نمشيو لشارة الركن حديث الساعة ثم ننطلق في الحوار. المشهد الآن حديث الساعة. هو موضوعنا أساسا إدراج مشروع القانون عدد 56-2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة كنقطة رابعة في جدول أعمال الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم وغدوة. الموضوع اللي طال انتظاره لحقيقة في الكواليس من باب الدعابة، وأنه العديد من الزملاء والزميلات قال الأمر هذا يشجع على الإنجاب، يعني أنه اليوم مهم جدا نحكيه في هذا الموضوع. وين وصلنا سي رضا في هذا الباب؟ هو أكيد، هو أولا القانون هذا جاء في إطار التشجيع على الإنجاب ومراعاة المعايير والمعايير الدولية، لكن راه قبل القانون هذا فما مبادرة، زوز مبادرات من السادة النواب. مبادرة أولى تحمل عدد 13 وسبوس تنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاع العام والخاص، ومبادرة ثانية عدد 16 اشتغلت عليها اللجنة منذ فيفري تخص تنقيح قانون الوظيفة العمومية ويحمل عدد 16-2024. طبعا اللجنة والسهل عمل اللجنة حتى للتعاطي مع مشروع الوزارة أنها قامت باستماعات عديدة بدءا برئاسة الحكومة، يعني وزارة الشؤون الاجتماعية، المنظمات الوطنية وكل الأطراف المتداخلة. تقريبا أنجزنا يعني تقريبا 13 جلسة استماع. ثم وربما الأخر المصادقة على هذه المبادرة هو أن الوزارة يعني تأخرت، لأن وزارة المرأة طلبت تأجيل حضورها في علاقة بمبادرات السادة النواب، وبعد ما حسم ربما توجه في رئاسة الحكومة بالذهاب إلى القطاع العام والخاص حضرت السيدة الوزيرة في فترة متأخرة. لكن في كل الأحوال نعتقد سواء كان مشروع النواب أو مشروع الوزارة أو رئاسة الحكومة وهو جاء من رئاسة الجمهورية، نعتبر أنه مكسب لصالح الأسرة التونسية والمرأة التونسية والرجل التونسي، وهو يعني يمكن أن يساهم في تحسين يعني ربما كما قلت الإنجاب، أن يراعي، لأن تونس متخلفة مقارنة بربما حتى دول الجوار يعني فاتتنا في هذا الجانب. ولم يقع تنقيح هذا القانون منذ مدة طويلة، ونعتبر هذه المبادرة مبادرة مهمة ويمكن البناء عليها نحو مزيد من تطوير أوضاع الأسرة التونسية. سيادتك قلت أن هذه المبادرة مهمة، وهذا الكلام يحتاج إلى تدليل حتى لا يكون كلام إنشائي. نعرف أن مشروع القانون هذا يحتوي 11 فصل، فمهم جدا وشعار البرنامج حتى تكتمل الصورة أن نوضح أو نحكي على أبرز فصول مشروع هذا القانون. وأيضا قادرين اليوم سي رضا وأن نبشر الناس أنه على أهمية مشروع هذا القانون قادر، وأنه يحال على جلسة عامة استثنائية في أقرب الأجل. تعرفوا أنه العطلة البرلمانية على الأبواب اليوم، هو من المفروض لا غدا قدوة مراعاة. هو اللجنة قدمت زوز مشاريع، مشروع مبادرة النواب ومبادرة يعني جاءت من رئاسة الجمهورية وتحمل عدد 56-2024 بخصوص مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة. واللجنة قدمت زوز تقارير
للمكتب المجلس، ومكتب المجلس اتخذ قرار انه ياخذ يعني باعتبار او حدد اولويه النظر بما ينص عليه الدستور، باعتبار ان اولويه النظر تكون من المبادرات التي تاتي من رئاسه الجمهوريه، لانه هو لم ياتي من وزاره المرأة، وانما كل المشاريع والمشاريع القوانين تاتي وفق دستور 22 تاتي من رئاسه الجمهوريه. من رئاسه الجمهوريه عبر عبر رئيس الحكومه او وزاره رئيس الحكومه عندما تصادق على مشاريع قوانين ترسلها الى رئيس الجمهوريه، ورئاسه الجمهوريه ترسلها الى البرلمان. نسمع محلل البرنامج نجم الدين العكاري. سيدي ضاح، حبيت نستوضح من سيادتك، هل هنالك اختلافات بين مبادرتي نواب ومشروع رئاسة الجمهورية حول الامتيازات المسندة إلى الأم وإلى الوالد في المشروعين، باعتبار أنه زوز ثلاثة مشاريع كان حبينا نسميهم جاءوا لتقديم امتيازات في العطل بالنسبة للأب وبالنسبة للأم في كل الحالات، وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص، هل لقيتوا معناها موافقة كي سمعتوا مثلا اتحاد شغل ولا غيره في الباب هذا، هل لقيتوا موافقة عليه خاطر باعتبار باش يعطي عطلة طويلة أطول من العادة خالصة الأجر؟ هو ربما تباعد بعض الاختلاف في المدد بين مشروع السادة النواب ومقترح ومشروع الحكومة، يعني بالنسبة للنواب يعني يكون في حدود تقريبا أربعة أشهر، بينما الحكومة وهناك اتفاق على عطلة ما قبل عطلة الولادة 15 يوم، هذا اتفاق بين المبادرتين قبل الولادة قبل الولادة 15 يوم قبل الولادة، وتمتع المرأة بثلاثة أشهر بعد الولادة مع إمكانية شهر بدون راتب. لا، عند حتى أربع شهور. حتى الأربع شهور. عند أربع شهور كما هو معمول به، يعني تنجم تعمل شهر، تنجم تعمل شهرين، ثلاث شهور، أربع شهور. ثانيا، فما حاجة جديدة تتعلق بالرجل، يعني بالنسبة لي كان ثلاث أيام، كان عنده نهارين باش يخرج النظام وكذا، ولا عنده سبعة أيام مع ثلاثة أيام إذا كان عنده يعني ربما يفهم ولد يكون عنده إعاقة ولا عنده زوز مواليد ولا غير ذلك، ترفع إلى يعني إلى عشرة أيام. أنا كنت سألتك سيري ذا حول مختلف الفصول اللي يتضمنها مشروع القرار، لأنه اللي يسمعوا فينا توا ما عندهمش فكرة ضافية وشافية على مشروع هذا القانون برمته. هو القانون، تقصد قانون 56 فيه 11 فصل يعني 11 فصل، ويقترح أن يكون يقترح أن يحدد ربما ما هو متاح للمرأة ومتاح للرجل في 11 فصل، ويقترح أن يكون صدوره في 13 أوت بمناسبة عيد المرأة لكن اللجنة يعني ارتأت أن تحذف الفصل 11 وتترك الأمر، ربما لا يمكن ربما الوصول في الأجال، نعتبر أنه الفكرة اللي طرحتها ربما في شرح الأسباب وزارة المرأة ربما يعني نعطي فرصة ربما للجهة الحكومية أنها تأخذ الوقت الكافي وربما تخرج المناشير والتراتيب حتى تستطيع أن تنفذ هذا المشروع، فارتأينا أن نحذف يعني ما ورد في الفصل 11 في خصوص يعني إمكانية صدوره في 13 سيري ذا. هو هذا يزاد يشمل وجوبا معناها إلزاميا للقطاع الخاص أيضا، أكيد القطاع الخاص حتى غير مترسمات معناها من الأمهات كلهم حتى الناس اللي تخدم بشكل خاص كل المرأة حتى
عندها باتيندا، عندها تخدم بشكل مستقل، تخدم كلها تعني المرأة بشكل عام كل ما هو منظوي تحت الصناديق الاجتماعية. وقتاش نتوقع وأنه يصدر هل القانون المهم الحقيقة؟ هو غدا في جلسة بشكل ربما هو في الحقيقة احنا حتى لجنة تنظيم الإدارة ربما عاشت ربما لأن السادة النواب ديما متقلقين لأن النواب يقدموا مبادرات ثم الحكومة في آخر لحظة تجيب مبادراتها. واحنا من موقع المسؤولية رغم من موقع المسؤولية نعتبر أن سبقنا ربما يعني ربما المصلحة العامة سبقنا رغم أن الوزارة تلكأت في أن تقدم لنا القانون في أجال معقولة، لكن نعتبر احنا أن الأولوية هي للمرأة الأسرة التونسية والأولوية للمرأة التونسية والأولوية، ونعتبر أن التفاصيل ربما في خلافنا في علاقة بمسألة أولوية النظر في المشاريع القوانين، يعني هذه مسألة دستورية وفي غياب محكمة دستورية في كيف نحدد أولوية النظر نعتبر نحن تجاوزنا هذه، ونعتبر أن مشات اللجنة بشكل واضح في الفائدة حصلت. والمهم أن يتم هذا المشروع لأن الأسرة التونسية والمجتمع التونسي بشكل عام يمكن أن يغير هذا من وضع الأسرة التونسية، وهذه مجرد ربما منطلق ويمكن يقع تنقيحات جديدة في المستقبل. المهم أن توفي الصناديق بهذه المسؤولية، يعني القطاع الخاص، يعني المسألة في القطاع الخاص ستكون محمولة على الصناديق الاجتماعية وما هيش على القطاع على الأعراف أو القطاع الخاص. هو في السماعات سيريضاء وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها هي المسؤولة وسلطة الأشراف الصناديق الاجتماعية وافقت على هذا التعديل وإلا هو في البداية هو المنطلق، لكن احنا بدينا حتى تحديثنا مع وزارة المرأة البارح بدينا تخوفات، لأن خفنا ليكون نفس الإجراء الذي اتخذ في خصوص المناولة، هو إجراء مهم لكن يعني لم يقع احتساب ما بعد هذا الإجراء، ونشوف موضوع المناولة نزال يراوح مكان الصناديق الاجتماعية. رئاسة الحكومة عندما استمعناها كانت تدعو إلى يعني التدرج أسوة بقانون بالتقاعد، كذلك وزارة الشؤون الاجتماعية عندما استمعناها في مبادرة النواب كانت تدعو إلى التدرج وتقول نبدأ بالقطاع العام ثم في مرحلة أخرى نمشي للقطاع الخاص. ثم تحول صار في رئاسة الحكومة عندما صادقت على هذا المشروع. نحن نعتبر أن هذا أمر مهم لأنه هو تأخر المصادقة على القانون، لأنه طرح منذ 2016 و2017 كان ديما التردد حول الذهاب إلى القطاع الخاص والكلفة المحمولة على الصناديق الاجتماعية. يبدو أن هذه ربما الإشكال حل، ونرجو أن يكون يعني فعلا يكون ثم توقعات حقيقية لقدرة الصناديق الاجتماعية على يعني تنفيذ هذا الإجراء، ونحسن باعتبار أنه نوقش أكثر من مرة في رئاسة الحكومة في جلستين، وثم يعني نحسب أنهم ربما قرأوا بشكل دقيق استتباعات هذا الأمر. في كل الأحوال هو مكسب للأسرة التونسية، ونحن نأكد أن تنازل النواب وربما تنازل النواب عن مبادرتهم الغاية منه أن لا ندخل في سجال، المهم أن تتحقق الغاية المنشورة التي يسعى إليها أو ينتظرها كل التوانسة وتنتظرها الأسرة التونسية. نشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب سي رضا دلاعي على كل ما أفتنا به. ننتظر يوم غدا إن شاء الله بشرى لكل من ينتظر مشروع القانون هذا. احنا هكا نوصل إلى خاتمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن. شكرا نجم، شكرا نعيمة، شكرا ألفة، عمار، حميد، شكرا السادة المستمعين والمستمعات، أيضا سامي العرفاوي بطبيعة الحال، شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. ربي باقي ستر على تونس، إلى اللقاء.